وصل مطار القاهرة منذ بضع ساعات عمر سمرة، أول مصري يصل لقمة إيفرست بعد رحلة استغرقت حوالي شهرين. شعوري لما وصلت لقمة جبل ايفرست، طبعا ده بالنسبة لي ده حلم حلمته من زمان لمصر وليا، وان هو وقعدت بقالي سنتين بحضر له يعني، فطبعا احساس جميل جدا ان انا اوصل، ان هو يعني يتحقق يعني. كان جاتلي فترات كنت حاسس ان انا يمكن اوصل يمكن ما اوصلش، بس متهيألي كنت متفائل يعني معظم الوقت، الحمد لله يعني ربنا سهل ان انا وصلت الجبل يعني. كان كل الناس كانت دعاء معايا، فامي طبعا دعت لي برضه بتالي يعني كتير، فمتهيألي كل ده ساعد يعني، الحمد لله يعني ربنا سهل يعني. انا اول يوم هنام النهارده، شعوري كأم طبعا ان هو حقق الانتصار ده اللي هو كان بيحلم بيه دايما، وسعيده طبعا جدا ان هو قدر يحققه فعلا بعد جهد ومثابره 70 يوم. فالحقيقه هو بذل مجهود غير عادي، والنهارده بيجني ثمار انتصاره. سعيد جدا ومطمئن جدا، والحمد لله يعني انا بهدي النجاح لعمر دوت لشباب مصر كلهم. انا رحت معاه اول 20 يوم الرحله، طلعت معاه لحد بيس كامب اللي هي الحته اللي بيبتدوا منها كلايمنج، ما عملش اي يعني تسلق، بس كنت معاه ماشي لحد بيس كامب.